تحت عنوان خطيئتي مسمار جديد في صليبك، أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق مخيما دينيا في مركز سيدة السلام بعمان، استمر ليومين متتاليين. وشارك الأب وليد الديك من لبنان في المخيم الذي ضم 55 فردا من فرقتي كشاف ومرشدات متقدم. وابتدأ اللقاء الروحي بقداس إلهي ترأسه الأب الديك بحضور الأرشمندريت بسام شحاتيت النائب الإسقفي للمطرانية، والشماس بول جوري المرشد الروحي للكشافة وقادة ومسؤولي المجموعة في كنيسة الراعي الصالح سيدة السلام. وفي عظة القداس للأب وليد الديك عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الروحي، شارحا فيها الوصايا العشر التي يريدها الله منا، حثا الشباب على أن يعيشوا حياتهم ضمنها، وخاصة وصية المحبة. وانتوا اللي جيتوا جايين باتجاه صوت يسوع، لا جايين كرمال الخوري ولا جايين كرمال حدا تاني، انتوا جايين كرمال شخص اسمه يسوع المسيح. انتوا عبتلحقوا صوت يسوع اليوم، بس نحن اليوم وبكل لحظة لازم نعرف نختار، لازم نعرف نقدر نميز صوت يسوع من الأصوات التانية. واشتمل اللقاء على تأملات وفقرات روحية ومحاضرات توعوية للشباب. بحكي عن خبرتي بعمري، ما كان في حدا يجي يقعد معنا حتى يعطينا الحياة الدينية الصحيحة والكشفية، فأنتوا عم تجيكم فرصة ذهبية بإنكم تعيشوها، وخصوصا مع قدس الأب وليد، هو بحر في العلم الديني واللقاء الشباب. حيث قدمت فارسة القبر المقدس الدكتورة باسمة السمعان محاضرة تحدثت فيها للمشاركين في المخيم عن خدمتها الكنسية وخبرتها الروحية ومسيرتها العملية، مشجعة الشباب بأن يتحلوا بالإرادة والعزيمة وأن يتحدوا كل الصعوبات التي قد يواجهونها. كما قدمت شكرها لكل المنظمين لهذا المخيم وللقائد العام لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك القائد طارق مسلم لما يبذله بكل محبة من جهد وخدمة للكشافة. فلسفتي بالحياة آية حكاها بعض القديسين، أحبب وافعل ما تشاء. عملكم، خدمتكم، عطائكم، محبتكم، اللي بتعملوه بتمردكم، بشبابكم وعنفوانكم وحماسكم، إن ما كان مكلل بمحبة وبالحب ممكن أوقات تزيد الأخطاء وتزيد الزلات. فهون موضوع الحب والمحبة لازم يكون بكل خطوة في حياتكم، بكل فعل بحياتكم. خلي إيماننا دايماً كبير بالله وثقتنا فيه كبيرة، فهو ما رح يخذلنا. بتمنى لكم المخيم يكون هادف ومثمر يحقق النتائج المرجوة منه،